فقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم الكلام في فضل الصحابة رضي الله عنهم وما لهم من المنزلة العظيمة التي لا يشاركهم فيها غيرهم، وهذا أمر لا شك فيه ومجمع عليه، ولا يتم الدين إلا به، لأنهم هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خير القرون. والسبب الذي جعل المصنفين في العقائد يذكرون هذه المسألة الرد على الفرق الضالة المعادية للإسلام التي تريد أن تطعن في الإسلام ولم تجد طريقا أقرب من الطعن في الصحابة، لأنهم هم الذين حملوا هذا الدين وبلغوه للأمة. فإذا طعنوا في الصحابة وهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد طعنوا في دين الإسلام وأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذين نقلوه لا يحتج بهم. هذا قصدهم.